نزيدو نروحو للمنطقة الثالثة تاع الحميس، وهي المنطقة الكبيرة كاع. أنا شاهد المنطقة الثانية، نروحو للمنطقة الثالثة. رغم أننا ثلاثة وأربعة، إلا حركة المرور مازالها شوية مخفضة، لكن في الحوانت المحلات في الحميز من ثلاثة يبداو يغلقوا. إذا توقع ما نصيرش الغاشي يعني في الحميز. أنا رايحين المنطقة الثالثة تاع الحميز، وهنا نلاحظ نشوف يعني الحجم تاع المنطقة هذه. هاي اللي هنايا تبان في الصورة، نشوف يعني حجم كبير تاع المنطقة تاع الحميز. شوف يعني بس. نزيد نضربو جوزة إن شاء الله ما يكونش تكون الحركة نتاع المرور تكون فيها سيولة. لاحظ هنايا أن بالنسبة للسكنات بنايات جزء كبير منها غير مكتمل. ونشوف بأن الطرق فارغة، طريق فارغة، طريق فارغة. هنا فندق، هنا فندق، شوف جزء من البنايات. هو من المفروض هذا السوق نتاع المحلات هنا في الحميس يبيعوا الجملة. هو السوق نتاع الجملة في الحقيقة، نتاع الكل، نتاع اللوازم، نتاع اللي ما يستعملها في كل ما يديه، في كل ما يديه. هنا نشوف سكان يعني بعد ما يغلقوا المحلات السكان يسكنوا في الطوابق الفوقية العليا فوق المحلات. فيه سكان يسكنوا يخرجوا، يبدأوا يخرجوا السكان، يبدأوا يخرجوا. لاحظ هنايا أن بالنسبة